هلأ بعد ما عرفت إنه الـ NFT هي عبارة عن فن رقمي، لازم هلأ نعرف كيف نكتسب مهارات فنية لنقدر نعمل الكولكشن الخاصة فينا. بهيدي الحلقة حنتعرف على 3 برامج بيقدروا يساعدونا نكتسب مهارات فنية لنعمل الـ NFT كولكشن. أول برنامج هو برنامج بلندر. بهيدا البرنامج بنقدر نعمل كاركتر ثلاثي الأبعاد وعنده سمات متعددة أو تريتس مختلفة مثل المواد ومثل الحركة. بلندر يعتبر ماستر بالفن ثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة والنحت والتكوين. تاني برنامج هو برنامج كريتا. كريتا هو يعتبر زي بديل فوتوشوب ولكن مجاني. عملوه مجموعة فنانين بدون يعطوا أدوات ميسورة التكلفة للأشخاص اللي حابين يتعلموا الرسم أو بناء هيدي المهارة. ثالث برنامج واللي هو برنامج بروكرييت. بروكرييت برنامج موجود على الأب ستور وهو بيعطي بكل سهولة تولز تقدر تستعملهم وبنفس الوقت دغري فيك تنشر الشغل الخاص فيك. بروكرييت كمان الحلو فيه انه بيعطيك شعور الرسم على باستخدام القلم وعلى الورقة. في كتير برامج موجودة بتقدر تستعملها، بتقدر تكتسب مهارة الرسم من خلالها، بس نحن عايشين بعالم مليان وسائل تقدر تساعدك تكتسب هذه المهارة بشكل أسرع. فعشان هيك إن شاء الله بالحلقة القادمة حنحكي عن نحن كيف فينا نتعلم هول البرامج بشكل أسرع وبطريقة أحسن. فانطرونا بالحلقة القادمة، ما تنسوا تعملوا دبل تاب وشير لرفقاتكم لتشاركوا المعلومات معهم.